China. كنا نعانوا احنا ان ما فيش جمعيه في خاصه بزراعه ان قصدي توفر الاكل الخاص بالمريض نفسه ويقعد يدور من مكان لمكان باش يلقى حاجته ويلقى الاكل نتاعه. 8/8 اللي هو يوم السبت وفرنا دقيق خاص بالحسيه القمح والشعير مع تعاون مع شركه الامداد الطبي. اليوم طبعا حيتم توزيع اللي هو كميه من الاغذيه والحمد لله نتيجه الناس الخيره ونتيجه ان فيه الحمد لله مازال في ناس ما شاء الله يعني همه عندهم كذا فتم اللي هم توفير مجموعه من الاغذيه صناديق اللي هي من الدقيق يعتبر اللي هو دقيق اللي هو شار عن طريق الجمعيه اللي هو الامداد. ايضا في فاعل خير يعني لما سمع بالجمعيه هذه بمعاناه الناس هذه قام بمجموعه اللي هي او توفير نوع معين من الدقيق وهو دقيق اللي هو ماكس اللي هو الباكو وهذا يعتبر من ارقى انواع اللي هو الدقيق. فبالتالي هنا حصه كل شخص من هالاشخاص هذيما اللي هو انه هو ياخذ كرتونه من الدقيق وحياخذ معاه اللي هو كيس. بالنسبه ليش هي دقيق اللي هو شارع فيه نوعيه ثانيه ممكن يكون اللي هو دقيق اللي هو حلويات. طبعا اللي وصلنا احنا من الجمعيه الرئيسيه اللي هي 5 كيلو في طبعا شخص نعرفوه عرفنا احنا قايمين بالعمل هذا فوفرنا الكميه هذه اساسا احنا نقدموها من ضمن المجموعه كامله. تفضل. شكرا. تبارك الله. فيك بارك الله.